أقبلت تزهو ونور الوجه والضاء، فما ارتأت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر حليف الجود، مذ بزغت شمس وصافح زهر الروضة الماء. شهر تلألأ بالخيرات، فانهزمت أمام ساحته الشماء ضراء. فيه استقالت حلول الشر من خدع، وكبلت فسرت في الناس سراء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء. والصالحون ومن يقفوا مآثرهم بدت على وجوههم بشرى ولألاء. والكل في طرب يشدو بمقدمه، كأنه من جمال الروح حسناء. ذاكم عباد الله هو شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والرحمات، شهر الجود والهبات السنيات، شهر تفضل الله به علينا وأكرمنا به وجعل فيه من فضائل الخير والهبات ما يفوق الوصف. إنه شهر عظيم الخير، قد فتحت فيه أبواب الجنة الثمانية فلم يغلق منها باب، وغلقت فيه أبواب جهنم أجارنا الله وإياكم من أهلها ومن حالها فلم يفتح منها باب. ونادى وينادي في كل ليلة من ليالي رمضان مناد على أهل الأرض: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر.